امتى بقى انا اعرف ان فلتر المحطه ده محتاج يتغير؟ يعني انت بتعرف في الفلتر بتاع بيتك ان بيحتاج يتغير امتى؟ والله باشمهندس لما الشمعه لونها بيغير بالوقت باي عامل، يعني في عوامل كتير، الميه طعمها يبقى في مشكله، الميه شكلها في مشكله، الشمعه نفسها لونها يغمق، مش عارف ايه، الوقت انا ظابط نفسي على وقت معين كل اسبوعين او كل 3 اسابيع، يعني في عوامل كتير. طب فلتر المحطه بقى امتى اعرف ان الفلتر ده محتاج يتغسل؟ اه بص يا باشمهندس، هي الميه المفروض هكبها من فوق تعدي من تحت عشان اجمع الماء المرشح اللي بيقولوا لي عندك. طب انا لما اجي ايه اللي يحصل لما انا اجي اكب الميه من فوق؟ يعني الميه هنا تبقى جايه لي كده اهو من السيدمنتيشن، من مرحله السيدمنتيشن اهي، واجي اكبها الاقي الميه واقفه ما بتتحركش، ده معناه ايه؟ معدل الترشيح قل، معناه ان قبل ما معدل الترشيح يقل، لأن قبل ما الحبيبات اخلي كده بتاعة التربة بتاعة الرمل اتملت بال بالظبط، ان الفراغات المواد دي. البينيه، الفراغات البينيه اللي في الرمل وفي الزلط اتسدت، حصل انسداد، بالظبط زي الشمعه اللي عندك. على فكره الشمعه اللي عندك بمرور الوقت لونها هيغمق، يعني معناها ان بدات تحجز حاجات، معناها ان الميه هتبدا تنزل ضعيفه جدا، هتيجي تبص تلاقي ان الميه اللي نازله من الفلتر اللي عندك من البيت ضعيفه، يعني الميه تجد تكون سرسوب صغير، لان خلاص الشمعه اتسدت مش هتلاقي حاجه تعدي منها. هي نفس الفكره، فانا اول ما بلاقي الميه ما بتنزلش كتير، اه بفهم من كده ان لا، هنا في اقف ستوب، نقف واقفه، ان انا محتاج اعمل غسيل. وهنا بقى غسيل المرشحات لازم نفهم ان هو يتم في اتجاه عكس الترشيح. يعني ايه؟ يعني لو انت عامل في الرسمه اللي قدامنا ده اتجاه الترشيح ماشي ازاي، فوق لتحت يبقى هنا معناه اتجاه الغسيل يمشي ازاي؟ من تحت لفوق. من تحت لفوق علشان يعمل خلخلة. ما هو لو اتجاه الغسيل هيبقى هو نفسه اتجاه الترشيح، طب معلش الفلتر ده حاجة جماد، يعني حاجة ما بتفهمش، ازاي يفهم ان المية دي قصدها ان هي تغسل المرشح، مش قصدها ان هي يعني انت فاهم قصدي، يعني هي هيفهم ازاي لو انا كبتها من فوق لتحت ان دي ميه غسيل؟ لا يا باشمهندس، ده هيفهمها ان دي ميه عايزه تترشح، فعشان كده ما مشيتش، لان الفراغات البينيه اتسدت خلاص في الاتجاه ده. انما لما اجي اعكس واجيب ميه من تحت لفوق بكمبريسور او بقوه دفع من ترومبا او من حاجه، لا ده هنا هيبدا يعمل خلخله للفلتر، وهيبدا يعمل خلخله قصدي للحبيبات، ويبدا يفورها ويبدا يطلع ويطرد الروبه والرواسب اللي سدت الفراغات البينيه، صح ولا انا غلطان؟ تمام يا تمام. يبقى انا هنا يا شباب محتاج ان انا تاني حد كان يسالني سؤال بقى كنت مستنيه، هو انت ليه قلت ان انت في التصميم هتجيب المساحه بس ومش هتجيب الابعاد كلها؟ ما احنا متعودين يا باشمهندس في اي خزان بنجيب طول عرض وارتفاع. لا يا باشمهندس، ما هو الفلتر استنبه الكود حددها، سمك طبقه الرمل بالقيمه اللي الدكتور كتبها لك في المحاضره، سمك طبقه الزلط بالقيمه اللي الدكتور كتبها لك في المحاضره وشكرا، وارتفاع الميه فوق بيبقى حوالي متر ولا حاجه بس. فانا ما عنديش مشكله في السمك او العمق، العمق كده كده رقم محفوظ، انما المشكله عندي كلها بتفضل فين؟ الطول والعرض، صح ولا انا غلطان؟ تمام يا هندسة. يبقى العمق ده ما عنديش فيه مشكله، ده اسطمبه ثابت ما بيخشش اصلا في الحسابات، اللي بيخش معايا في الحسابات يا رجاله هو مين؟ هو الطول والعرض، وببدا اجيب الكلام ده كله. طب يا باشمهندس عملنا الكلام ده، ايه اللي بجيبه بعد كده؟ اه حساب كميه او حجم مياه الغسيل اللي بيسميها الباك ووش ووتر، حجم ميه الغسيل. ها ليها قانون. طب يا باشمهندس فهمنا كده، يبقى انا محتاج ان انا اشتغل واجيب الكلام اللي فوق اللي هو التصميم الابعاد والعدد والاحتياطي والغسيل وكله، ومحتاج تحت ان انا اجيب الايه؟ الفوليوم اوف باك ووش ووتر، حجم ميه الغسيل. واضح يا شباب ولا الدنيا فيها مشكله؟ تمام حد كان ممكن، تمام يا رجاله، حد كان ممكن يسالني سؤال يقول لي يا باشمهندس هو الفلاتر كلها رمل وزلط؟ من حضورك للمحاضره كده وفهمك ايه؟ جاوبني. رمل وزلط بس، يعني ولا في فلاتر من نوع تاني؟ في مواد بوليمرية وحاجات تانية كده. بالظبط، في ممكن يستخدم القماش او مواد معينه من القماش والانسجه، في فلاتر تانية بتستخدم الرمل والزلط، في فلاتر تالتة بتستخدم الفحم او الكربون النشط بعد معالجته. معايا؟ في انواع طيب تانية يبقى بس انا هنا ارجع، الله يفتح عليك ايه؟
في مرشحات اتجاه الترشيح بتاعها عكس الاتجاه العادي بتاعنا. الله يفتح عليك. ما انا لسه هكملك، فارجع تاني، انا لسه كنت هكملك والله، بس تمام ارجع تاني للسؤال بتاع كلاسيفيكيشن بتاع الفلاتر. لو انا جيت قلت لك ايه انواع الفلاتر، تقول لي لا ده ليله كبيره، ده لو هتكلم على حسب الريت اوف فلتريشن، عندي حاجات صغيره سلو، معدلات بطيئه سلو ساند فلتر، المعدل بتاعه بيبقى من 3 ل 8، عندي حاجه عاليه رابد، المعدل بتاعه ممكن يوصل من 150 ل 200، مش من 100 ل 200، من 150 ل 200 رابد ساند فلتر معايا كده، وعندي فلاتر كمان هاي ريت فلتر ممكن يبقى الريت بتاعه او الريت فلتريشن بتاعه رقم اعلى من 300 متر على الدي، او متر مكعب على المتر مربع على الدي. ده لو هتقسمه لي طبعا، يعني مثلا اجي اقول لك ايه انواع العربيات ايه، تقول لي لا استنى، ما هو على حسب الماركه، لو انت او على حسب البلد، لو بتتكلم في الالماني في كذا وكذا وكذا، في الياباني في كذا وكذا، لو بتتكلم على حسب الشكل بتاع العربيه، في سيدان في هاتش، انت فاهم قصدي هنقول ايه، وفي سبور، وفي انت فاهم كوبي، هنقول كده. لو بتتكلم عن حسب السعه والحموله، لا انت عندك عربيات ملاكي، عندك عربيات نقل، عندك عربيات نقل تقيل، انت فاهم قصدي. فهي نفس السؤال كده، ايه انواع الفلاتر؟ لو على حسب ريت الفلتريشن عندي 3، سلو ساند فلتر، رابيد ساند فلتر، هاي ريت فلتر. لو عندي حسب الاتجاه، لو عندي طبقا للميديا نفسها وسط الترشيح، عندي ممكن من الرمل والزلط، ممكن من الفحم، ممكن من القماش، ممكن من الفايبر معايا. طب لو انا بتكلم على حسب اتجاه الفلتر نفسه، الدايركشن، عندي اتجاه الاب لاعلى، عندي اتجاه الداون، عندي الهوريزونتال زي ما انت كنت هتقول لي هندسه معايا كده. لو على حسب اللايرز اللي موجوده في الميديا، عندي سنجل، خد بالك انا ممكن استخدم فلتر من ماده واحده، زي بالظبط كاني بيقول لك شمعه واحده، ممكن استخدم من سنجل، انا اسف، ممكن دبل، دبل ميديا، طبقتين او دبل لاير، ممكن استخدم مالتي لاير او مالتي ميديا معايا كده يا رجاله. الناس فاهمه انا بقول ايه، الاسئله دي نظري وبتتسال فيها كتير، على حسب الميديا بتاعت السايز، ميديا الحبيبات نفسها، عندي الفاين والكورس زي ما خدت كده في الماتيريال، فاين ساند وكورس ساند، رمل ناعم ورمل خشن. ها معايا كده يا شباب؟ على حسب الدايركشن زي ما قلنا، في على حسب الداون اللي هو الجرافيتي، في على حسب او اب اللي هو بالبريش او الهوريزونتال. معايا يا شباب ولا ايه؟ الناس فاهمه ولا ايه؟ وادي الرسومات اللي بتوضح الكلام ده كله. الناس فاهمه يا شباب ولا في مشكله؟ الناس ما بتجاوبنيش ليه؟ ايوه تمام يا هندسه معانا. طيب كلام جميل. بص يا شباب، لو جه اتكلم عن السلو ساند فلتر، احنا عندنا تصميم السلو ساند فلتر ورابت ساند فلتر. السلو ساند فلتر حاجه سيمبل جدا، يعني حاجه بدائيه جدا، بس ما زالت بتستخدم. بس بتستخدم فين؟ بتستخدم مع التجمعات السكنيه البسيطه. يعني ايه؟ يعني لو جينا عندنا قريه بسيطه جنب مركز مثلا او حاجه، ممكن نقوم عاملين لها سلو ساند فلتر. لو في قريه سياحيه مثلا، يعني جنب اسكندريه جنب البحر الاحمر او بتاع، قريه سياحيه فيها فندقين 3 فنادق، ممكن بدل ما اعمل لها حاجه ضخمه ورابط ساند فلتر وبتاع، لا ممكن اعمل لها سلو ساند فلتر. معايا كده يا شباب؟ ودي الرسمه بتاعته. المايه بتخش من اعلى زي ما انت شايف من على اليمين، تبدا تتكب على طبقه من الساند وطبقه من الجرافل، تحتهم مجموعه من المواسير المثقبه في اتجاه طولي، وبتجمعها على ماسوره بالعرض رئيسيه مثقبه كده او راكب فيها المواسير، اللي هي الايه اللي بتجمع المايه في الجهه اللي على الشمال. تبدا المايه تطلع من الجهه اللي على الشمال. طب انا لو عايز اغسله، لا انت عندك، بس معلش انا اسف في غلطه في الرسم ده، لو انا عايز اغسل الفلتر ده، لا هعمل العكس. عارف حته التويست دي؟ لو الناس اللي طبعت الملف لو لحقتوا تطبعوه، انا عارف ان انتوا ممكن ما كنتوش لحقتوا لسه بعتوا للناس يعني. ها السهم اللي تحت اللي مكتوب عليه تويست للخارج ده، لا في حاله الغسيل هيبقى للداخل، هيبقى للداخل، والميه اللي طالعه تطلع من عند كيو ان. ما احنا قلنا الغسيل عكس تماما الترشيح. ها واضح ولا مش واضح يا شباب؟ تمام يا هندسه. بيجي يقول لك اتكلم عن السلو ساند فلتر من المميزات ومن الحاجات وبتاع، اقول له فتره التحضير بتاعته يوم واتنين. وباشمهندس اللي مكتوب عليها تويست ده، لما ابقى شغال فلتر عادي بتبقى مقفوله بتبقى ايوه اللي افتح عليك. بص هندسه، انت عندك محبسين هنا، لو انا عايز اجمع الميه المترشحه الفلتر دوتر، اكيد اكيد التويست ده محبس هيبقى ماله؟ هيبقى مقفول. مقفول. طب لما اجي اغسله الفلتر مفتوح، اما اجي اقفله بقى اقفل الفلتر وافتح الله يفتح عليك. صح تمام بالظبط، برافو عليك. طيب يا شباب، في سؤال مهم جدا بيجي يقول لي اتكلم عن مميزات وعيوب السلو ساند فلتر.
ايه المميزات بتاعت السلوس اند فلتر؟ سهل التشغيل، بسيط، منخفض التكاليف، معايا كده؟ ما فيهوش مشاكل بتحصل في الغسيل زي المشاكل التانية، ما بيحتاجش لايدي عامله مدربه، يعني ما بيحتاجش الناس عارفين يقفلوا ده. انت ده انت كل شايف كل الحكايه محبسين، بيقفل ده لما بيعمل فلتر وبيقفل الفلتر لما بيعمل غسيل بس. طب ايه عيوبه؟ ركز بقى معايا، بيحتاج مساحه سطحيه كبيره جدا، دي اول حاجه. تاني حاجه المعدل بتاعه بطيء، ما هو اسمه سلوس اند فلتر فالمعدل بتاعه بطيء. كمان في عيب مهم جدا، ان في حاله وجود عقاره عاليه، عقاره كبيره، ميه عكره يعني، او طالعه من السيدمنتيشن مش كويسه، فخد بالك من حاجه، ان ساعتها الفلتر ده هيتسد بسرعه، هيبقى يتسد على طول باستمرار وبسرعه. واضح ولا ايه؟ تمام تمام كلام جميل. يبقى دي المميزات ودي العيوب. طب تعالى نحل عليه مسألة. أنا آسف، تقريبا في الورق مفيش مسائل على السلوس اند فلتر، لأن السلوس اند فلتر أصلا. طب تمام خلاص، هو تقريبا هشوف لكم مثال محلول، ولو كده هجيبه لكم حاضر. طب خلاص يا شباب، ده كده السلوس اند فلتر معايا كده يا شباب. طيب نخش على النوع الثاني، واللي هو الأشهر والأكثر انتشارا، واللي احنا بنعمله في كل المحطات، بنعمله في كل المحطات، اللي هو الرابد ساند فلتر. تمام كده، الرابد ساند فلتر ده فلتر زي اللي قدامنا، خزان زي اللي قدامنا كده. في الاستو ساند فلتر هندسه، في منهم ما بيبقاش فيه غسيل اصلا، بيبقى عباره عن ان انا بقشر الطبقه الاولانيه وخلاص. لا تاني كده، هندسه بتقول ايه؟ في المحاضره الدكتور قال ده في المحاضره، كبيره في المحاضره، قال المساحه بتبقى كبيره شويه لما بيعمل تانك كبير، الفلتر كبير، فاول 10 سم او اول 5 سم بيشيلهم اول باول ويغيرهم بدل غسيل خالص، ما بيغسلش. بالظبط بالظبط. اه بص هندسه، في الميكانيزم بقى بتاع التشغيل فعلا ده اللي بيحصل، تمام. نتيجه ان هي مساحته كبيره، نتيجه ان هي مساحته كبيره وهيحتاج كميه كبيره جدا من ميه الغسيل. فاللي بيحصل ايه؟ انت بتبقى في مفاضله، اكنك بتفاضل اقتصاديا، اعمل ايه؟ هل اغسله بكميه كبيره جدا من الميه واستنى وقت طويل واعطل الدنيا، ولا ان انا اقوم رايح مفضيه من الميه اللي هي بتترشح، واقوم شايل الطبقه الاولانيه اللي هي قيمه 5 سم من 5 ل 10 سم من الرمل، انت فاهم؟ او في حاجه ثانيه، اسلوب ثاني، اني بنزل عامل بدراع ويقعد يضرب في قلب الفلتر كده بيغرز كانه بيسلكه، انت فاهم؟ في اسلوب كتير يعني. دي بقى الميكانيزم في التشغيل، يعني قصه ثانيه. معايا يا شباب؟ تمام. الرابد ساند فلتر خزان زي اللي انت لسه شايفه، بس الفكره ان هو معقد سنه عن السلوس اند فلتر. هو خزان متصل ب اسف هو مرشح متصل انا اسف هو مرشح متصل بخزان ميه. الخزان الميه ده عشان يعمل غسيل للفلتر مش اكتر. الفكره فيه ان الميه هتجيله من على الهدار اللي متعلق في الفلتر ده، يبدا يعدي من حاجه اسمها الوش ووتر جاتر، زي الهدار، حاجه كده، قناه الميه بتجري فيها زي الهدار، بميل معين عشان الميه تجري، انت واخد بالك، تبدا تنزل على طبقه الساند وطبقه الجرافل برضو بنفس الكيفيه، تبدا تتجمع الميه النظيفه المترشحه وتبدا تخش لي منين، او تقلقى. تبدا تطلع لي منين؟ من المحبس رقم 3. ركز معايا هنا هندسه، لان السؤال ده بيجي كتير نظري، ولو جالك نظري يبقى انت مطالب ان انت ترسم الرسمه دي، ومطالب ان انت تقول له ازاي الفلتر ده بيشتغل، لان الفلتر ده فيه 6 محابس. التاني ما كناش هنقول كده، لان هم محبسين، لو واحد شغال اكيد التاني بالعقل بالمنطق مقفول، ولو التاني اتفتح اكيد الاولاني هيبقى انت فاهم قصدي، وهكذا. انما انا عندي 6 محابس، ايه اللي بيحصل؟ اول حاجه بفتح المحبس رقم 1 عشان ادخل الميه، تعدي من على الوش ووتر جاتر، تبدا تنزل من على الساند والجرافل، تبدا تعدي من على الدوائر اللي تحت دي اللي هي بتمثل الانابيب او المواسير يعني، تبدا تتجمع عشان تطلع من المحبس رقم 3. طب كلام جميل. بعد كده ايه اللي بيحصل؟ هحتاج ان انا راح بس كده، واحده واحده بس، وانت بتشرح الحته دي بس، معلش هتعمل الاول كده، هتعمل الاول بالراحه بس. ماشي 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 تمام يا شباب. تمام يا شباب، الخزان اللي عندي ده عباره عن فلتر، او انا اسف، الفلتر اللي عندي ده عباره عن خزان اوضه محطوط فيها حاجات. اول حاجه تحت خالص مواسير بتجمع لي الميه، هحط فوق المواسير طبقه الرمل، انا اسف طبقه الزلط، وفوق طبقه الزلط هحط طبقه الرمل.
فوق طبقة الرمل بيبقى المية بتسقط من حاجة اسمها وش ووتر جاتر. انا كاتب لك عليها فوقها اهو عبارة عن ايه؟ عبارة عن هدار، كأنها هدار وظيفتها تدلدق المية تكب المية. ها طب هي المية جاية لها منين اصلا؟ جاية لها من المحبس اللي على الشمال اللي هو المحبس رقم واحد. واضح؟ واضح ولا يا شباب؟ تمام هندسه، كلام جميل. المية تخش لها من المحبس رقم واحد اللي على الشمال، تبدأ تتكب على الوش ووتر جتر، تبدأ تعدي او تنزل على طبقة السند وبعدها الجرافل. اجمعها بالمواسير اللي تحت اللي انت شايفها في دوائر واطلع المية المترشحة من المحبس رقم ثلاثة. دي كده مرحلة الترشيح اللي انت هتشوفها في المرحلة رقم كام عندك في الورق او في الكتابة. المرحلة رقم ثلاثة خد بالك هي منها سايكل، يعني دايرة مقفولة على نفسها، فمش مشكلة. يعني انا ممكن ابتديت كده هرجع بقى ابتدي لك بالكلام اللي بعد كده. الفلتر ده بعد ما عمل الترشيح اكيد هيحتاج ان يحصل له غسيل، صح ولا لا؟ بعد الترشيح بيجي مين؟ بيجي غسيل. ها الغسيل هنا، الغسيل هنا ايه اللي بيحصل فيه بقى؟ لا استنى، الغسيل هنا هقفل كل المحابس وهبدا افتح المحبس رقم خمسة. والمحبس رقم خمسة اهو مكتوب لك جنبه ايه بالعربي او بالانجليزي، انا اسف، مكتوب لك جنبه ايه؟ طالع او داخل؟ هوا. هوا ايه ليه يا باشمهندس؟ بص يا هندسه، نتيجه ان المحبس او الفلتر ده رابت ساند فلتر معدل الترشيح بتاعه عالي، فالانسداد بتاعه بيبقى بشكل قوي وبيحصل بشكل متكرر. فانا ما بعرفش اعتمد على الميه بس ان هي تغسل الفلتر، لا ده انا ببقى محتاج اضرب هواء، اضرب هواء زي عارف انت الهواء اللي بينفخ العجله، هي حاجه زي كده. ببقى محتاج كومبريسور هواء قوي وضخم جدا يبدا يخش يخلخل الحبيبات. انت وانت واقف جنب الفلتر ده لو وقفت في المحطه بتسمع صوت طقطقه، طقطقه جامده، لان الفلاتر او انا اسف الحبيبات بتبقى جمدت في بعضها، مسكت في بعضها ولزقت جامد، فلما بيخش الهواء تحس ان كان في صوت حاجه بتتكسر معايا كده شباب. فببدا ادخل الهواء يبقى مرحله الغسيل هنا في الاول خالص محتاج ان انا افتح المحبس رقم خمسة في الاول لمده حوالي خمس دقائق ان يكسر لي او يخلخل لي الحبيبات بتاعه الساند والجرافيت. دي اول حاجه، دي المرحله رقم الف. يبقى مرحله الغسيل فيها حاجتين، فيها الف وب. اول مرحله الف بفتح المحبس رقم خمسة. وايه اخبار بقيه المحابس؟ ها ايه اخبار بقيه المحابس؟ مالها؟ مقفولين. مقفولين، كلام جميل. اوعى تفكر تقول ايه ده يا باشمهندس، ما انا دخلت هواء محتاج ان انا اطلعه. عيب يا هندسه. يعني ايه دخلت هواء محتاج ان اطلعه؟ لا ده الهواء يعني ده يعني مش زي الميه ببقى محتاج ادخلها من مكان واطلعها من مكان، لا ده هو. فما عنديش في مشكله. يبقى المرحله رقم الف في مرحله الغسيل ان انا افتح المحبس الهواء. طب بعد كده تيجي المرحله رقم ب في مرحله الغسيل اللي هو انا هعمل ايه؟ هفتح المحبس رقم ستة اللي هو متصل بخزان، الخزان ده محوش فيه ميه عشان يغسل لي الفلتر ده. هفتح المحبس رقم ستة وتبدا الميه تخش وتبدا تعدي من تحت تطلع لفوق، وعشان كده انا عامله خزان عالي عشان يبقى فيه ضغط يجبر الميه ان هي تطلع لفوق بنظريه الاوان المستطرق، صح ولا لا؟ يجيب ترمب الله يفتح. شوف انت عمرك اكتر من عمري، او عملت انت لحقتني قبل ما اكمل، او عملت ترمبه بس عشان الانديكيشن والرسم، عايز تعمل له كده ماشي، عايز تلغي الخزين العالي ده وتكتب لي جنبيه بامب ماشي، انا افهم كده صح وكده صح. ها ابدا افتح المحبس رقم ستة يدخل لي ميه الغسيل. طب استنى، طالما دخلت ميه محتاج ان انا اطلعها، ما هي الميه مش هتمشي مع نفسها، اطلعها منين؟ من المحبس رقم اتنين اللي هو مكتوب تو ويست للخارج. يبقى هنا في مرحله الغسيل اللي هي مرحله رقم أربعة فيها مرحلتين الف وب. الف يتم فتح المحبس رقم خمسة لمده خمس دقائق لخلخلت الوسط بالهواء. ب يتم فتح المحبس بعد كده رقم ستة لدخول ميه الغسيل وفتح المحبس رقم اتنين، ومده الكلام ده بتحصل في حدود ربع ساعه. مفهوم ولا مش مفهوم؟ لحد كده حد عنده مشكله يا شباب؟ انا ما اتكلمتش غير في المرحله رقم ثلاثه والمرحله رقم اربعه. ها تمام يا هندسه. بعد كده ايه اللي بيحصل؟ بعد كده انا عارف ان الناس بتقول لي ارجع رشح تاني. لا ما ينفعش، لازم اعمل الاول مرحله بدء التشغيل.
وبعدين ارجع اعمل حاجه اسمها مرحله التحضير، وبعدين اخش على مرحله الترشيح نفسها. يعني ايه؟ انا رشحت وبعدين غسلت على مرحلتين او على جزئين، صح كده؟ ومرحله الغسيل خلصت، صح؟ بعد كده محتاج ان انا اعمل حاجه اسمها مرحله بدء التشغيل. بدء التشغيل ده يعني محتاج، خد بالك من حاجه، مش انا غسلت الميه والميه اتحركت في اتجاه مخالف من تحت لفوق، فانا هنا الحبيبات عندي محتاج ان انا اعيد ترتيبها تاني، ومحتاج ان هي تنزل في المكان بتاعها وتترتب الترتيب الكويس لمرحله الترشيح. فمحتاج هنا مرحله اسمها مرحله بدء التشغيل، اللي هي ايه؟ اللي انا هفتح فيها المحبس رقم 6 معايا كده شباب، اللي هو بتاع الغسيل برضو، وهفتح، معلش يا شباب انا اسف، معلش بصوا يا شباب الناس معايا، الورق ده لو معاك مش مشكله، الغي المرحله بتاعه بدء التشغيل دي، انا اسف، عشان بس انا بحاول ابسط لكم الدنيا، لان انا لو بشرح السكشن ده وانتم معايا هتفهموا احسن، انما كمان احنا بنشرح اونلاين فالموضوع صعب شويه. الغي المرحله رقم 1، هو المرشح بعد كده بعد مرحله الغسيل هيخش في مرحله التحضير على طول، اللي هي ايه؟ اشطب المرحله رقم 1 دي عندك من الحسابات، هبدا ادخل الميه اللي محتاجه. نعم يا هندسه، مرحلة واحد دي لو انا راكن المرشح وهدخله خدمة وبعد واتركن فترة مثلا، ما انا سيبها انا هقولها بعدين، سيبها انا هقولها بعدين، انا بس بحاول اختصر للناس عشان الناس تبقى فاهمة اللي انا بقوله، ما تبقاش سرحانة. ها الغي بس المرحلة رقم 1 دلوقتي، انا خلاص رشحت المية، فتحت محبس 1 وكام و3، صح كده؟ بعدين عملت غسيل على مرحلتين، فتحت 5 3 هواء، وبعدين المرحلة ب فتحت 6، ها، وبعدين و2 والباقي كلهم مقفولين طبعا. بعدين دخلت على المرحلة الثالثة والأخيرة اللي هي مرحلة التحضير، اللي هي ايه؟ اللي انا هفتح المية اللي داخلة اصلا تترشح، اللي هي كده كده داخلة تترشح، اللي هي داخلة من محبس رقم 1 هدخلها. المفروض ان انا ادخلها تترشح ان هي على اساس تطلع من المحبس رقم كام؟ من محبس رقم 3. قال لك لا، سيب لي شوية مية بس، سيب لي شويه. هي عامله شبه ايه هندسه؟ انت داخل تاخد دش في البانيو، طبيعي انا نفسي بعمل كده، طبيعي لما ببقى داخل مش على طول بقوم فاتح وداخل، لا انا بقوم فاتح شويه ميه لحد ما الميه اظبطها كدرجه حراره واظبطها لحراره استحملها وبعدين اخش، صح؟ هي عامله شبه كده، او على الاقل حتى عشان لو انا في الصيف ما ينفعش ان انا اقوم داخل مستحمى على طول بالميه الاولانيه، لا يخلي الميه تسحب الحاجات اللي في البانيو، اي تراب واقع في البانيو، اي حاجه، انت فاهم قصدي؟ وبعدين اقوم انا داخل، صح كده ولا انا غلطان؟ هي حاجه شبه كده، هفتح المحبس رقم 1 على اساس ان الميه داخله تترشح، لا بس مش هفتح رقم 3 بقى معاه، لا هفتح المحبس رقم 4، ودي هسميها ميه التحضير. يعني ايه ميه التحضير؟ يعني انا هنا نتيجه ان انا كنت قبلها على طول لسه عامل غسيل في اتجاه مخالف من اسفل لاعلى، محتاج ان انا استهلك كميه ميه بسيطه اللي بس تعيد لي ترتيب الحبيبات. ها محتاج ان انا هنا استهلك كميه ميه بسيطه، ها، تعمل لي اعاده ترتيب للحبيبات، ترجعها تاني في مكانها، ترتب الدنيا. والمده بتاعتها بتبقى في حدود الخمس دقائق بالكثير او العشر دقائق بالكثير، ها خلينا نقول ان هي مدتها 10 دقائق زي ما الدكتور قالها في المحاضره. مفهوم يا شباب؟ ترجع بعد كده اللي يجي بعدها مرحله مين؟ الترشيح. وبعد الترشيح الغسيل، وبعد الغسيل اللي بيتم على جزئين التحضير، وهكذا وهكذا وهكذا. ها حد عنده استفسار يا شباب؟ محبس 4 تاني يا هندسه بعد اذنك. محبس 4 يا هندسه، طالما ذكرته يبقى انت لازم تقول لي المرحله اللي انت فيها. محبس 4 ده بيجي في مرحله مين؟ التحضير. يعني انا فتح معاه المحبس مين؟ محبس رقم 1، تمام كده؟ طب انا المفروض ان انا متعود يا باشمهندس ان محبس 1 لما بيتفتح على اساس انه يعمل ترشيح، يعني افتح 1 مع 3، قلنا لا هفتح 1 مع 4 اللي انت بتسال عنه. ليه؟ عشان محتاج اطلع ميه اسمها ميه التحضير، البريبيرنج ووتر، اللي هي نتيجه ايه؟ نتيجه ان انا قبلها على طول من شويه كنت لسه عامل غسيل للفلتر، فمشي الميه في الفلتر في اتجاه مخالف. مطرح الصرف يا هندسه. هتمشي تترمي. تعمل بيها اي حاجه بس ما... بس هي ميه مش فلتر، ايوه للصرف، هي ميه مش مترشحه، مش هتخش على، لان خد بالك لان هي برضه هتبقى خارجه ومعاها شويه رابو على فكره صافي، يعني تمام بالظبط.
بص مثلا مؤاخذه يعني في التشبيه، كانك بتغسل تيشيرت بتاعك على ايدك مره. أيوة. بقوم عامله على الوش وبقوم قلبه من على الظهر، انا عايز اضمن ان التيشيرت يبقى تمام ما فيهوش اي حاجه، لا عرقان ولا في اي بقعه ولا اي حاجه، كانك انت بتعمل مره كده ومره كده بس وخلاص. يبقى هو عندي تاني الفلتر بيشتغل على كم مرحله؟ جاوبني. الفلتر بيشتغل على كم مرحله؟ ثلاث مراحل، اللي هي 2 و3 و4، سيبك من واحد بقى اللي هو 1 و2 و3 يعني. اشطب واحد جنبك في الورق مرحلة التحضير. طب انا ابتدي بمين؟ اي حاجة، هي كده كده سايكل، هي كده كده لفة. عايز تبتدي من التحضير كمل، عايز تبتدي من الترشيح كمل، عايز تبتدي من الغسيل كمل، اللي يعجبك يعني. شوف انا حتى لما جيت اشرحها لك ابتديت من مرحلة الترشيح اللي عقلك يستوعبها، وبعدين دخلنا في الغسيل، وبعدين دخلنا في التحضير، ورجعنا تاني للترشيح، وهكذا وهكذا وهكذا. ها حد عنده مشكلة؟ تمام. بس بعد اذنك اتفضل. هي طبقه الرمل والزلط اللي هم في الخزان دول، هم زي ما هم مرسومين كده بيبقوا في نص الخزان يعني، في نصه اليمين بس ولا بيبقوا في الخزان كله؟ لا هو بس انا في حاجه مش خلينا. لا لا بص انا عارف. بص يا شباب، هو الباشمهندس عايز يقول لي ايه؟ انا هتكلم بنيابه عنك يا هندسه. الرسمه دي مش منطقيه صح؟ لان انا بقول ان الهدار الهدار بيرمي الميه اصلا بعيد عنهم يعني. لا 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 خد بالك من حاجه، هو الهدار هنا او الوش ووتر جتر القناه بترمي الميه يمين وشمال، خد بالك يعني عمودي على الصفحه، خد بالك مش بترمي الميه لتحت بعيد عنهم، لا بترمي الميه يمين وشمال. بس هو انا عاملها بميل عشان اقول لك ان الميه جايه من فوق على على قناه اللي هو موجود على اليمين او على الهدار، ومنها على الوش ووتر جتر. انا عارف ان ممكن يبقى فيه في الرسم شيء من عدم المنطق شوية، بس هي برضو تفضل indication لحد ما تاخد الرسمة وانت بتاخد المشروع، لان رسمة الفلتر معقدة جدا. خد بالك انا عارف ان اللي ملخبط الدنيا ان السام، بص انا عارف ان اللي ملخبط الدنيا السام اللي طلع من الوش ووتر جتر ده لبره، كأنه بيقول ايه؟ الماء بتترمي لبره. طب ازاي الماء بتترمي لبره وترجع تخش جوه؟ صح كده؟ لا اشطب على السام ده حتى. طب اللي هي المواسير اللي تحت الجرافل دي، هي دي ايه قصتها في المنظومه؟ عشان مش واخد بالي. بص قصتها ايه؟ بص يا شباب، حد جرب منكم يفتح بوتاجاز ويشيل الوش بتاعه ويشوف ايه الدنيا اللي فيه؟ بص هتلاقي ماسوره الغاز طالع منها خرطوم. انا هشبهها لك، خرطوم اسمر كده داخل الغاز داخل البوتاجاز. الخرطوم ده بيبدا يخش جوه في ماسوره وبتبدا توزع منها بمواسير تانية رايحه على كل عين، صح كده؟ وكل عين بيركب عليها حاجه اسمها فونيا او فواني، هي عباره عن حاجات ثقوب صغيره. انا عايز اقول لك ان الاسم العملي للمواسير المثقبه دي في الفلاتر فواني، برضو بنقول عليها فونيا او فواني لان الثقوب بتاعتها بسيطه جدا. ليه؟ لان انا عايز اخد منها الميه بس. افرض الميه نازله لي بشويه رمله او لا، انا عايز الكلام ده يحجزها كانها زي تشتغل زي مصفى او صفايه، فاهم قصدي؟ فهي قصتها ايه؟ قصتها ان هي عباره عن مواسير بالعرض كده ماشيه بعرض الفلتر او الخزان، كلها بتجمع في ماسوره رئيسيه اللي هي ماشيه بقى بطلعه اللي انت شايفها عندك بالعرض دي اللي في نهايتها محبس رقم 3. تمام يا هندسه، واضحه ولا مش واضحه؟ لا تمام. طب هو بس في سؤال اخير اتفضل. بالنسبه للرمل والزلط دول، هم دولت بيبقى لهم مواصفات معينه ولا اي رمل وزلط لا يبقى انت ما دخلتش معايا من الاول يا هندسه، انا كنت سرحان. انا في الاول جيت متاخر شويه بس معلش. لا ولا يهمك، انا قلت هو رمل وزلط، بس هو مش الرمل وزلط اللي انا ببني بيه. قلت لك ان انت خدت في الماتيريال بتاعه سنه اولى وثانيه ان في حد عندي حاجات اسمها الخصائص بتاعه الركام والمواد بتاعه الرمل والزلط، يعني عندي حاجه اسمها مقاس اعتباري القطر الفعال، صح كده؟ المقاس الاعتباري الاكبر مش عارف، فاكر انت الكلام ده هندسه؟ ايوه تمام. لو انا بشتغل خرسانه الكلام ده ليه قيم وارقام مختلفه عن لو انا هشتغل بالكلام ده لشغل الميه. هجيب رمل وزلط بمقاسات تانية خالص ومواصفات تانية ومن محاجر تانية حتى. واضحه ولا ايه؟ هو بيبقى نسبه العقاره اللي فيها او التلوث اللي فيه قليل يعني، جاي تقريبا نضيف. مش عقاره، بتبقى بقى ايه؟ بتبقى حاجه هي عامله شبه ايه هندسه؟ عامله شبه الشرعه بتاعت الفلتر بتاعتك، الماتيريال اللي معموله بيها لما تيجي تشوفها
هي حاجه ايه عامله شبه القطن كده بس مضغوط بطريقه معينه بحيث ان ما يفتلش والفتل دي تنزل مع الميه، صح ولا لا؟ هي برضو حاجات يعني متعالجه، حاجات ليها مصانعها ليها اماكنها، انت فاهم؟ امنه يعني، اكيد مش هاخد رمل من الصحراء كده مع نفسه يكون يكون في ماده كيميائيه واقوم اشرب بيه الناس، طبعا لا. تماما، بس شكرا. طيب العفو حبيبي. طب كده شباب ايه بيبدا برضو يسالني عن مميزات وعيوب الرابت ساند فلتر. انا رايي قلل وشغل دماغك، قلل الحاجات اللي انت تحفظها. إيه اكس، مش احنا هناك في المرشح البطيء السلو ساند فلتر قلنا مميزات وعيوب؟ ها صح ولا ايه؟ هنا عكسها، هنا عكسها، يعني اللي كانت مميزات هناك تبقى عيوب هنا، واللي كانت عيوب هناك تبقى مميزات هنا. يعني لما قلنا هناك ان مميزاته ان رخيص التكاليف وسهل الانشاء ولا يحتاج الى ايدي مدربه، كل الكلام ده يبقى عيب، صح كده؟ ليه؟ هيبقى هنا عندنا صعب الانشاء، تكلفه عاليه في الانشاء، بيحتاج الى عماله مدربه، وضيف عليها بقى ايه؟ ان كفاءه الترشيح اقل. ما هو بالراحه كده هندسه، لما يبقى عندي رابت ساند فلتر يعني معدلات ترشيح عاليه، انت خدت فوق في الرقم من 100 او من 150 ل 200، صح كده؟ وفي السلو ساند فلتر من 3 ل 8. لا ده كده معنى كده ان الميه اللي طالعه من الرابت ساند فلتر جودتها اقل بكتير، ما هو كانك شقلب وقلب، صح ولا لا؟ الناس تجاوبني، صح ولا لا؟ مش بالظبط كده، ما انا كده كده بغسله كتير، فالمفروض مضيعه بعضها يعني. لا بص، هو هو انت اجابتك صح، ويعني عايز يعني عايز اعقب عليه. هي الفكره مش برضو زي ما قلت ان انا هبقى مودي للناس حاجه سيئه، لا، بس شئنا ام ابينا كفاءه الترشيح هي عامله شبه ايه هندسه؟ عامله شبه انت هتجيب شمعه فلتر عندك في البيت بشمعه واحده، واحد تاني هيجيب فلتر على الاقل خالص ثلاث مراحل او خمس مراحل، مش هقول لك ابو سبعه عشان ما نخشش في اي جدل ما يعني، تمام؟ واحد شغال فلتر لا اكيد برضه هندسه، الراجل الثاني اللي هو شغال عنده في البيت فلتر من ثلاث مراحل او من خمسه، اكيد الماء عنده كفاءتها اعلى سنه، لان هو اكيد مش الثلاث مراحل دول اكيد مقاسهم زي بعض، لا ده في حاجه اضيق من حاجه اضيق من حاجه، صح؟ فدي بتحجز حاجه ودي عن الراجل اللي مشغل، انت فاهم؟ هي نفس الفكره. هنا انا عندي الريت اوف فلتريشن في الرابت ساند فلتر من 150 ل 200. ايه الوحده بقى؟ متر مكعب على المتر المربع قد ايه؟ او متر قد ايه؟ وكاني بقول لك ان المتر المربع، لان خد بالك من حاجه، انت نبهتني في سؤالك ده بسؤال مهم جدا، جه قبل كده في امتحان لمدني. بص كده معايا، بص كده يا شباب، جه في مره قال له ديفاين، عرف كيو بتساوي 200 لتر على الكابيتا قد ايه؟ الريت اوف فلتريشن بيساوي 180 متر مكعب على المتر المربع قد ايه؟ حد يعرف كده، كانه كويز ليكوا دلوقتي. ها الكيو قال له كيو بتساوي، عرفها. الناس بدات تخبط ايديها وتقول هو انا يعني يعني انا اقول ايه هنا؟ حتى احنا فاكر، انا فاكر ان في اول سيكشن قلت لكم ده الموضوع تافه جدا، انت كل المطلوب منك تقول له ايه؟ ان الواحد كابيتا، الفرد الواحد بيستهلك 200 لتر فين؟ في اليوم. في اليوم. ده هي شرحه نفسها. طب قول لي بقى يا باشمهندس برضه اللي جاوبتني، يعني ايه الريت اوف فلتريشن 180 متر مكعب على المتر المربع قد ايه؟ ها لو انت جدع قول. المتر المربع الواحد من المرشح بينزل، الله يفتح عليك. بص يا هندسه، انت عارف الراجل ده عمل ايه؟ الراجل ده ماشي بالقاعده اللي احنا اتعلمناها في اولى مدني، مش عارف بقى من الدكتور ابراهيم شون ولا مين، لما قال لك عايز تعرف اي قانون او اي بارامتر قول القانون بتاعه. مش انا عندي الريت اوف فلتريشن بيساوي الكيو على سيرفيس اريا، صح كده ولا لا؟ بالراحه. هو هنا كانه عايز يقول لك ايه؟ الريت اوف فلتريشن بيساوي 180، يعني انا عندي مقدار تصرف مقداره 180 متر مكعب على اليوم لمساحه سطحيه مقدارها كام؟ متر مربع. واحد متر مربع. ما هو انت الريت اوف فلتريشن يساوي كيو. والمتر بيرشح متر في اليوم. لو السيرفس اريا بواحد او المقام بواحد، انا بكتبك كرياضه، سيبك من الصحيه بقى. انت الناتج بيساوي البسط لما يكون المقام بايه؟ بواحد. ده يعني انا هنا اما اجي اشرح، دي جت مره في امتحان، انا مش حطيتها عشان انت جاوبتني سالتني، لا
عشان برضو بالمره اقولها يعني ريت اوف فلتريشن ب 180 يعني معناها ان كميه التصرف المار من 1 متر مربع بيساوي 180 متر مكعب على اليوم. ارجع بقى لسؤالك من اللي انا قلت ده، ارجع لسؤالك اللي هو ايه مميزات وعيوب ها الريرت ساند فلتر، لما انا قلت ان كفاءه الترشيح فيه اقل او الجوده بتاعه المايه فيه اقل، لان يا باشمهندس المتر المربع بعد يوم معلش في الكلمه بيكون طلع 180 متر مكعب ميه، انما الثاني بعد يوم على الروقان كده بيكون طلع كام؟ بيكون طلع مثلا في حدود 8 متر مكعب ميه. فانت عايز تقول لي ان ده لما اقعد جنبه يوم، المتر المربع لما اقعد جنبه يوم في الريرت ساند فلتر او في الساند فلتر لما ده يطلع لي 8 وده يطلع لي بعد يوم 180، كفاءة مين احسن؟ كفاءة اكيد جودة مين؟ بطيء السلو ساند فلتر، كفاءة البطيء الرقم بتاعه عاملهم كأنه عاملهم بتركيز، كأنه عامل التمانية دول بدماغ عالية وبتركيز، خدها كده. طيب ايه مميزاته بقى؟ لا مميزاته كتير جدا، معدل الترشيح اعلى، بيخدم لي عدد سكان اكبر يعني، وتجمعات سكنيه كبيره، كمان بيحتاج مساحه صغيره. طب حد يقول لي ليه بيحتاج مساحه صغيره وليه السلو ساند فلتر بيحتاج مساحه كبيره؟ علشان المعدل بتاعه بيبقى اكبر، يعني ده بيجيب 180 الثاني بيجيب 8. مساحه قليله. لا اجابه غلط. البطيء ده لو انت جدع لو انت جدع جاوب لي صح. نفس الفكره الهندسه بتاع اللي هو اللي كان الخزان بتاع الهيدروليك والخزان الميكانيك. لا غلط هندسه. يا هندسه الكيو الكيو هنا الريت اوف فلو كبير، فلتريشن كبير. الشاشه قدامكم ثابته ولا الشاشه فين؟ بس الاريا بتاعتي تبقى ليله عادي. الشاشه قدامكم ثابته ولا الشاشه قدامكم ايه اللي قدامك دلوقتي؟ شغاله تمام من ساعتها. يا شباب الريت اوف فلتريشن كيو على السيرفس اريا هي علاقه عكسيه، يعني ريتو فلتريشن في علاقه عكسيه مع السيرفس اريا، يعني كل ما المقام ها كل ما ريتو فلتريشن ده ايه قل. ما هو معلش ريتو فلتريشن ده امتى يطلع لي من 3 ل 8 لما يكون السيرفس اريا ده ماله ها كبير والعكس ها والعكس امتى ريتو فلتريشن ده يطلع لي مثلا 200 متر عدي لما يكون الرقم ده ايه بقى؟ لما يكون سيرفيس اريا قليله بس وخلاص ببساطه. طيب يا شباب السؤال في الفكره ان هنا التصميم بتاعه يقدر ينزل اللي ايه؟ فكره ان المتر المربع من دوت يقدر ينزل الكميه دي، واحنا جاوبنا كده. لا انتوا ما جاوبتوش كده الناس، انت قلت لي ايه؟ الناس لما جاوبتني عالي ومساحته قليله. ايه قلنا مساحته معدل الترشيح عالي ومساحته قليله، ده اللي احنا قلناه. فهيحتاج لا والله ما سمعت كده، انا ما سمعتش كده خالص. لا 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 خالص والله. لا انا والله ما سمعت كده، انا كل اللي سمعته حد جاوبني قال لي معدل الترشيح دي كميته كبيره وده كميته قليله، دخل في الكميه هو كان بيتكلم، اللي انا سمعتهم فعلا كان بيقولوا لي كده. انما انت لو جبت كده صح انا صح 100% الريتو فلتريشن الرقم بتاعه كبير لان المساحه علاقه عكسيه من القانون. تمام يا هندسه؟ تمام. التصميم الريتو فلتريشن رقم، انا اسف، الريتو فلتريشن رقم ايفن هيبقى عندي في المساله ده لو عملها، لو يعني حب ان يعني معلش ما يجيبلكش ريتو فلتريشن ويسالك فيه كام، بيسالك انت لازم تبقى فاهم وعارف ان ريتو فلتريشن من 100 لكام ل 200 او من 150 ل 200 بمعنى ادق. تمام. طيب ايه اعلى مساحه فلتر ممكن اشتغل بيها؟ حوالي 60 متر مربع او 64 متر مربع، يعني انا اخري في مساحه الفلتر ان انا اخده زي قطاع دائري 8 في 8. ثاني اخر مساحه اقدر اشتغل بيها في الفلتر ان يبقى قطاعه مربع 8 في 8 او اقل من كده، يعني معنى كده ان الفلتر دايما ال في دبليو، ال اكبر بعد فيه الدبليو عرضه اقل من 8 بقى، ممكن 8 7 7 ونص 6 اللي يعجبك. هنفهم اكتر بمساله عدد الفلاتر لا يقل عن 2، ما هي قاعده احنا عارفينها يا باشمهندس ان مفيش اي حاجه في المحطه عددها 1. طب تمام، بعد ما طلعت العدد ابدا بقى اشوف اللي انت هتاخده احتياطي عشان الغسيل او معاهم عشان الغسيل. بص بقى، اما ان انا اخد فلتر واحد
لو طلع لي عدد الفلاتر من فوق من المعادله اللي فوق اقل من او يساوي 5، او ازود عليهم 2 فلتر عشان الغسيل لو عدد الفلاتر كان اكبر من 5، او ازود 4 لو عدد الفلاتر كان اكبر من او يساوي 30. معايا كده؟ والسيرفس اريا بتاعه الوان فلتر اخره خالص 64 متر مربع، اللي هو تعال نشوف المثال ده عشان نفهم اللي احنا بنقوله. بيقول لي عندي محطه الكيو ديزاين بتاعتها 50000 متر مكعب في اليوم، الريت اوف فلتريشن 180 متر على الدي، الريت اوف واشنج معدل الغسيل 900 متر على الدي، التي واش 10 منت. عايز الان والدايمنشن بتاعه الفلاتر، وكذلك عايز الكوانتيتي اوف واش ووتر او حجم كميه الواش ووتر. قبل ما تبص للحل، خليك معايا. هو يا باشمهندس ايه الريت اوف واشنج ده؟ ايه الريت اوف واشنج يا شباب؟ قلناها واحنا بنشرب ميه الغسيل. مين؟ ميه الغسيل. ميه الغسيل ايوه، معدل ميه الغسيل. صح كده، معدل كميه الغسيل. يعني انا عندي هنا يا باشمهندس الريت اوف واشنج اهو معدل الترشيح، عندي حاجه اسمها الريت اوف واشنج اهو معدل الايه يا شباب؟ الغسيل. طب بالعقل كده الريت اوف واشنج يبقى اكبر ولا الريت اوف فلتريشن يبقى اكبر؟ بالعقل الغسيل اكبر. ليه الغسيل اكبر؟ عشان يقدر يغلب معدل الترشيح، عشان ينضف اكتر. عايز ينضف. الله يفتح عليك. صح، ده انا عايز انضف، انا عايز اغسل. ده الموضوع انت بتتكلم ازاي يا باشمهندس؟ ده انا عايز ده هو اصلا ما تسدش الا لما بقت الحبيبات متجلطه كده مع بعض وماسكه جدا في بعض من الطين والطمي اللي موجودين، وبقت تمسك جامد في بعض، فانا عايز كميه ميه كبيره عشان ازق الكلام ده كله. صح ولا لا؟ فبديهي ان الريت اوف واشنج فعلا يبقى اكبر. عشان كده دايما بنقول المعلومه دي لبتاع مدني، الريت اوف واشنج دايما بيتاخد في حدود من 3 لـ5 مرات الريت اوف مين؟ اوف فلتريشن. يعني لو لا قدر الله جاب لك الريت اوف فلتريشن ولا ريت اوف واشنج نقطه، جاب لك مساله مبهمه خالص زي اللي احنا بنديها للراجل بتاع المشروع، ساعتها هفرض ريت اوف فلتريشن وهفرض قيمه الريت اوف واشنج. الريت اوف فلتريشن افرضه من 150 لكام؟ ليه؟ ل 200. والريت اوف واشنج باخده من 3 لـ5 مرات الريت اوف فلتريشن. طب يا باشمهندس، طب هنا يا باشمهندسين عايز يشتغل على مساله زي دي اهو، الكيو عندي بكده والريت اوف فلتريشن بكده، طب انا اعمل ايه؟ تعالى المساله دي نحلها بالكتابه قبل ما نشوف الحل على طول. معلش بص كده، هو بيقول لي الكيو بكام؟ ب 50000 اهو متر مكعب في الدي. الريت اوف فلتريشن بكام؟ ب 100 وكام؟ 180. طيب الحل، هقول له ان الريت اوف فلتريشن اللي هو ب 180 ده يا شباب هيساوي مين؟ الكيو على مين؟ على السيرفيس اريا. السيرفيس اريا هنا عندي بكام؟ هتطلع بكام؟ لو حد معاه على حسب الله يبارك له او بالموبايل حتى يحسبها لنا كده، هتطلع بكام؟ بيتهيألي 222 وشويه، ولا هتطلع بكام؟ شوفها كده معلش هندسه. 277 78 من 100. 277 78 8 من 10. معايا كده يا شباب؟ طب كلام جميل، يعني انت محتاج مساحه كليه للفلاتر عندك في المحطه بالمساحه دي. طب ما انا عارف ان السيرفيس اريا بتاعه الوان فلتر بكام؟ ماكسيمم ال في الدبليو. صح، ب 64. يبقى انا كده اذا عدد الفلاتر ال ان فلتر اخده بكام؟ توتال على الواحد بالظبط، اللي هو التوتال على ال 64. اقسم لي كده وقول لي العدد بكام يا هندسه. معلش، انصر على 64 او على 60 اللي يعجبك. 4.3 يعني في حاجه اسمها 4.3 فلتر، ولا اذا الان ديزاين للفلاتر يبقى كام؟ 5 ايه؟ 5 فلتر. ازود عليهم كام فلتر؟ واحد على حسب بقى، يبقى واحد لما اقل من واحد، لان احنا قلنا قاعده لو اقل من او يساوي 5 اخد واحد زياده. طب معلش لو دي كانت بستة وثلاثة من عشرة بالفرد مثلا، هيبقى 7 واخد 2 بقى كمان. دي 7. الله يفتح عليك، انت فاهم قصدي؟ طب لو دي كانت
معايا رجاله؟ معاك يا هندسه. طب انت هنا نتيجه ان انت قربت. لا بص الناس، انا هرجع بس عن الهبل اللي انا كنت عامله ده كده اهو، خدت 5 فلاتر وعليهم 1 احتياطي. طب معنى كده يا هندسه ان نتيجه ان انت قربت من 4 و3 خدتهم 5 فلاتر، هل السيرفيس اريا فضلت زي ما هي؟ المرشح الواحد لا اتغيرها. ايوه بقت كام؟ نحسبها. احسب بقى ال 277 على 5، احسبها لي. ها بكام؟ 55.6 5 متر. ايه الكلام ده؟ انا محتاجه ال دبليو صح؟ ال ال اخدها بكام؟ ب 8 متر. اقسم الكلام ده على 8 يبقى الدبليو بكام؟ 7 6 6 و9 7. جميل. يبقى انا كده حسبت له ال ال ديزاين وال ال اكشوال النهائيه ومساحه الفلتر الواحد وال ال قدامي. حد عنده مشكله لحد دلوقتي في اي حاجه؟ بقول لك من ادفع المسائل اللي عندك في المنهج كله. ها هندسه، حد عنده مشكله؟ اتفضل. ليه احنا بنجيب السيرفيس اريا الخزان الواحد ما قسمناش على عدد الخزان الكلي بالخزان الاحتياطي يعني اللي احنا حطيناه؟ لا لان بص يا هندسه، هيفضل اللي شغال عندك 5 مش 6، لان السادس ده يا اما بيتغسل يا اما قاعد مستني دوره. انت فاهم قصدي؟ ايوه تمام عندش. فهمت كده؟ يعني بص يا هندسه، انا عندي كام فلتر؟ بص كده عشان يعني عندي كام فلتر؟ ها الشاشه قدامكم بتتحرك ولا ثابته؟ ايوه تمام يا هندسه. عندي كام فلتر؟ 1 2 3 4 5، وعندي واحد كلهم هيبقوا شغالين لحد ما فيهم واحد يعطل، اقوم مطلعه ابدا اشغل مين؟ الاحتياطي. يبقى ده وده 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 صح كده؟ ارجع اغسل ده واطلع ده، يبقى هنا بقى اللي شغال 1 2 3 وده زي سلم. ارجع اطلع ده، يبقى ده كده ما بيشتغلش، يبقى ده وده يشتغل والباقي كلهم وهكذا. الناس فاهمه يا شباب؟ تمام. الله ينور. طب تمام كده انا كده انا ايه جبت السيرفيس اريا، جبت مساحه الخزان الواحد، جبت الاحتياط مش عارف ايه، فرضت اللي بكذا زي ما انت حليت كده بالظبط. الله ينور عليك. طب عايز هنا اجيب الفوليوم اوف وش ووتر. الفوليوم اوف وش ووتر قانون لازم تحفظه، عباره عن الريت اوف ووشنج او الريت اوف باك ووش، يعني 900 مضروب في مساحه الفلتر الواحد اللي انت جبته اللي هو 8 في 7 مضروب في التي ووش اللي هو ال 10 دقائق بس طالما هي دقيقه، والريت اوف ووشنج ده بايه؟ بالمتر على الدقيقة. يبقى انا لازم احول الدقيقه ليوم، يبقى هقسمها على 24 في 60 في الفلاتر اللي بتشتغل او اللي بتتغسل. كم فلتر عندك بيتغسل؟ فلتر زياده واحد. الفلتر الزياده اللي انا حاطه واحد. كلام جميل. ساعتها هبدا ان انا احسب كميه ميه الغسيل. وبالتالي يا شباب بالراحه بقى، انا عايز اقول لك على حاجه. اي محطه شغاله لازم دايما المحطه دي في حساباتها تحسب كميه الميه اللي محتاجه تغسل بيها الست فلاتر كلهم قد ايه. انا عارف انت ممكن تقول لي يا باشمهندس انا مش هغسل السته. لا انت مش هتغسل السته مع بعض، بس انت في النهايه خالص هتحتاج انت تغسل السته، صح ولا انا غلطان؟ على مدار اليوم يعني. تمام. يعني انت في النهايه خالص هتحتاج انت تغسل السته، بس ما بيتغسلوش مع بعض، فانت محتاج كميه الميه بتاعتهم كلهم. فساعتها الناتج اللي طلع ده اللي هو 350 اضربه في كام؟ في 6، يديني كميه الميه اللازمه لكل غسيل الفلاتر. اقسمها على مين؟ على الديستشارج اللي داخل، يديني نسبه غسيل الفلاتر كنسبه مئويه. يبقى انا فاهم كده ان المحطه دي شغاله بطاقه 50,000 متر مكعب في اليوم، بس طالع منها 4% كده غسيل فلاتر بس. تمام يا شباب ولا حد عنده مشكله؟ تمام يا هندسه. نخلي الكلام في الديسنفكشن بكره الصبح الساعه 9. تمام يا هندسه. يعني يا شباب يا ريت نبدا من 9 الا ربع، بلاش 8 ونص دي عشان ما حدش يقعد يستناني، لان انا مش هبتدي قبل 9 الا ربع. معلش معايا بعد اذنكم طبعا. فنبتدي بكره 9 الا ربع كده، 9 الا 10 ان شاء الله، يعني مش هنتاخر عن كده عشان بس ما حدش يبقى قاعد مذنب نفسه من 8 ونص. مفيش مشكله يا هندسه. ماشي. ويا ريت الناس تاخد بالها من الحضور، مش عشان غياب ولا عشان حاجه، عشان انا بالظبط هندي سيكشن بكره وهيبقى بعديه سيكشنين او 3 سكاشن،
وبعد كده خلاص يعني بعد كده الموضوع خلاص انتوا يعني خلاص انتوا دماغكم في الصحيه. بس ما مش معنى كده حاجه، انا كده كده معاكم، اللي محتاج اي سؤال يرجع لي طبعا.